الصديقاء والأصدقاء عن قائمة التغيير رقم 4. قائمتنا قائمة التغيير قيمة للرقم 4. أنا رأست قائمة التغيير. الأسس اللي تشكلت عليها القائمة هي أسس مهنية تخصصية من مختلف قطاعات وفئات المجتمع، بتمثل المرأة وبتمثل الشباب وبتمثل في الأحياء كمان في مدينة نابلس. كان في عدة لقاءات وحوارات قبل تشكيل القائمة، وكان الأساس الرئيسي هو التخصص والمهنية حتى نروح على مجلس بلدي نقدر نعطي في جميع الجوانب. إحنا قائمة التغيير النقطة الأولى اللي تناولها برنامجنا الانتخابي هو الإصلاح الديمقراطي الشامل اللي بيستند على معايير الكفاءة والشفافية والمهنية، وأيضاً عندنا ثلاث شعارات رئيسية: شراكة، عدالة، تنمية. إحنا بنؤمن بالشراكة الحقيقية ما بين المجتمع المحلي وما بين المجلس البلدي، وأيضاً الشراكة الحقيقية داخل المجلس البلدي. هذه الشراكة الحقيقية إحنا متناولينها في برنامجنا الانتخابي عبر تشكيل لجان أحياء. لجان الأحياء اللي راح تكون من فئات المجتمع، تكون ضمن بنية البلدية وهيكلة بلدية نابلس، يكون في شراكة بالقرار وشراكة أيضاً بفحص الاحتياجات. إحنا كمان تناولنا موضوع التطوير العمراني والتنظيمي داخل مدينة نابلس، وأيضاً إيجاد حلول جذرية لعدة الإشكاليات بتعاني منها مدينة نابلس، تحديداً موضوع المياه، موضوع الأزمة المرورية، موضوع مواقف السيارات، وأيضاً تناولنا في برنامجنا الانتخابي موضوع الموارد المالية داخل بلدية نابلس وآلية الصرف والتقنين، وأيضاً إيجاد إيرادات جديدة لبلدية نابلس عبر استقطاب مشاريع تهم المجتمع وتقدم لهم الخدمات، وهذه المشاريع تستند على برامج تقدم لهدول المواطنين حسب الاحتياجات مثل ما ذكرت لكم واللجان اللي حكت تتشكل مع المواطنين.